بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. من أحكام الصيام. الدرس الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم. نحييكم أجمل تحية أيها الأخوة مع حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وينفع الجميع بذلك. باسمكم جميعا نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فأهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، لعل لكم كلمة في مستهل هذه الحلقة لاستغلال ليالي رمضان في العبادة والتهجد، فماذا تودون أن توجهون للأخوة المسلمين في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشهر رمضان شهر عظيم. الله جل وعلا يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا تفخيم لهذا الشهر وتكريم لهذا الشهر، لأن الله أنزل فيه كتابه الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر بقدوم شهر رمضان ويبين لأمته مزاياه وما فيه من الفضائل ويحثهم على اغتنامها، وهو شهر عظيم تجتمع فيه فضائل لا تجتمع في غيره. أولاً أن الله خصه بنزول القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا تشريف لهذا الشهر. ثانياً خصه الله بأن فرض صيامه على هذه الأمة، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني شهر رمضان. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثالثا أن الله خصه بليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، وهذه في رمضان تتخلل في أيامه، والله أعلم في أي ليلة. فإذا المسلم قام جميع ليالي رمضان فإنه يكون قد قام ليالي رمضان وقام ليلة القدر زيادة في أجره. ومن فضائل هذا الشهر أيضا أن الله خصه بصلاة التراويح التي تؤدى بعد العشاء، قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا الشهر تجمعت فيه هذه الفضائل. ذكر بعض العلماء أن الحسنات تضاعف فيه أكثر من غيره، تسبيحة فيه خير من ألف تسبيحة فيما سواه، والصدقة فيه أفضل من الصدقة في غيره، لشرف الزمان ولحاجة الناس أيضا إلى الطعام في هذا الشهر العظيم. فينبغي للمسلم أن يعرف قدر هذا الشهر وأن يستغله بطاعة الله عز وجل، ولا يغفل عن فضائله ويدخل عليه هذا الشهر ويخرج ولم يستفد منه. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هناك بعض الناس تكثر عبادته في شهر رمضان فقط، ويقول أن ما بين رمضان ومن رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. كيف يرى فضيلتكم هؤلاء وبماذا توجهونهم؟ أما من لا يصلي الفرائض إلا في رمضان ويترك الصلاة في غير رمضان، هذا كافر، هذا كافر، ولا ينفعه رمضان ولا ينفعه أي عمل حتى يتوب إلى الله عز وجل. وأما من يجتهد في رمضان بالنوافل، من صلاة نوافل وتلاوة للقرآن و ذكر لله عز وجل ومن الصدقات في رمضان، فهذا الحقيقة
يكون عمله ناقصا، لأن المسلم يعبد الله في رمضان وفي غير رمضان، يتصدق دائما حسب استطاعته في رمضان وقت الحاج، يقوم من الليل في رمضان وغير رمضان، يتلو القرآن في رمضان وفي غير رمضان، فلا يقطع المسلم عمله ويجعله في رمضان خاصة، هذا نقص عظيم في عمله. لكنه إذا حافظ على الفرائض ولم يترك شيئا منها فهو مسلم، ولكن يكون عنده نقص، والذي ينبغي له أن يواصل الطاعات ويواصل القربات في شهر رمضان وفي غير رمضان. وإنما شهر رمضان جعله الله زيادة، زيادة خير للمسلم، وإلا فإنه مطلوب من المسلم العمل الصالح والاستمرار عليه. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني يأتيك الموت. فأمر الله بعبادته في كل الحياة إلى أن يأتي الإنسان الموت. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ على هذا التبيان الطيب المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعنا بذلك. فضيلة الشيخ، كثير أيضا من الناس ينوي أداء العمرة في هذا الشهر الفضيل المبارك، هل تخصيص العمرة في رمضان فقط أم أنها في سائر الشهور؟ العمرة مشروعة في كل السنة والحمد لله، الحمد لله، ولكنها في رمضان أفضل بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، في رواية: حجة معي. فإذا تيسر للإنسان أنه يعتمر في رمضان فهذا زيادة خير وفضل عظيم، لكن إذا ترتب على عمرته أنه ضيع أشياء مهمة، كأن ضيع أولاده تركهم وذهب للعمرة والاعتكاف في الحرم، أو أنه إمام مسجد وترك مسجده وراح لأجل أداء العمرة، فما تركه أفضل مما ذهب إليه، لأن ما تركه واجب وما ذهب إليه مستحب. وكذلك العمرة في الزحمة، الزحمة الشديدة في آخر العشر من رمضان، العشر الأخير، هذا فيه زحمة شديدة، حتى أنه كثر من الناس من يحرم، فإذا رأى الزحمة فإنه يبطل إحرامه ويترك العمرة، وهذا لا يجوز. إذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة وجب عليه أن يؤديهما، إلا إذا حبسه حابس. قال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فالزحام ليس مسوغا لإلغاء الإحرام كما يفعله بعض الناس، ولكن ننصح بأنه لا يذهب أيام الزحام، إذا كانت الأيام زحمة فلا يؤدي العمرة في هذه الأيام. نعم. حتى أن بعض الناس فضيلة الشيخ يتعمد حضور أو أداء العمرة في ليلة 27 من شهر رمضان المبارك أو في ليلة الختمة، فما توجيهكم في ذلك؟ هذا نعم، هذا مما نقول أنه لا ينبغي للإنسان أنه يأتي في الزحمات، قد لا يؤدي العبادة على الوجه المطلوب، وقد يتضرر أو يضر بغيره، فيتجنب الأوقات المزدحمة والحمد لله. وليلة 27 الذي ورد فيها أنها تحيا بذكر الله وبالصلاة وبالدعاء، وهي التي يتحرى فيها ليلة القدر. أما العمرة إذا كان فيها زحام شديد غير متحمل فالإنسان يتجنب هذا لما يلزم عليه من الحرج ومن المشقة. نعم. أيضا الدعاء في ليلة 27 ليس له مكان محدد أو مخصص، فبالإمكان في أي مكان. نعم، ولكن الدعاء في الحرم، في المسجد الحرام، نعم، أفضل. نعم. وقريب من الكعبة أفضل بلا شك. نعم. لعلكم تتحدثون فضيلة الشيخ عن فضل الدعاء. الدعاء هو العبادة كما، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألما أمر الله جل وعلا به في كثير من الآيات، قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين. فالله أمر بالدعاء، والدعاء هو أفضل أنواع العبادة لما فيه من التقرب إلى الله وإظهار الفقر والحاجة إلى الله عز وجل،
فهو عبادة عظيمة. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الأخوة الكرام، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك بإذن الله تعالى. كان معكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.